الآن سجل يمكن 12 مليون تقريبا 12 مليون مواطن، المعلومات هذه بديتوا تستفيدون منها؟ صحيح، الآن نعتقد أنه اللي يستحقون الدعم أقل من 10 مليون بشوي، يقاربوا ل 10 مليون توصلتوا للرقم مواطن ده. نعم، وتعمل الجهات المختصة لتحديد الشكل النهائي للدعم. 10 مليون عفوا، أنتم ال 10 مليون تشمل الفقير والمتوسط، الدخل المحدود والمتوسط؟ طبعا احنا نحاول نكون كرة ما قدر الإمكان، ونحاول نشمل أكبر فئات ممكنة حتى لو كانت فوق المتوسط بشكل بسيط، بحيث أنه ما يكون أثر قوي على المواطن السعودي. لكن إلى الآن لم تنتهي تفاصيل النهائية في هالجانب، تعمل عليها الجهات المختصة، والمفروض أن تنتهي منها خلال الأشهر القريبة القادمة.